حتى شي حد فينا ما كيحمل طريق الفساد، ولكن هناك من منا تبزات عليها الطريق. دليله اللي هي بطله حكايتنا الليله، حلت عينيها من دار لدار والكارثه من دعاره لدعاره. كل مرحله من عمرها دازو قصص ومعاناه وشل الحوايج اللي كيضروا في القلب. دليله في قصتها بزاف جات التفاصيل الخايبه اللي قررت انها تغيرها وتعطينا واحد النهايه نوعا ما فيها الامل. باش نشوفين وخليكم معايا تبعوا هاد الاحداث نتاع هاد الانسانه اللي في جعبتها الكثير من الاحداث غتفيدنا بهم. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد في قصه جديده وعبره جديده. اللي ما كيدوش العطله وما مونش بشي حاجه، انا جيت باش نونسكم ونحيد لكم الملل بقصه من قصص ديال الناس اللي بها كنساو القصص والمشاكل ديالنا، اللي بها كنستافدوا من العبر ديال الاخرين، وبمجرد ما ربما الله يحفظ نقدروا نطيحوا في شي سيتواسيون ماشي هي هذيك، كنقدروا نعرفوا كيفاش نخرجوا راسنا منها من خلال تجارب الناس اللي سمعناهم. فعافاكم ما تخليوش هذه القناه توقف عندكم، وشاركوها مع احبابكم وصحابكم اللي قريب واللي بعيد، وخلي هذه الحكايه يستافد منها الجميع وتكون عبره للجميع. فخير ما تطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله. ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وما تكلفكمش شي مجهود، ونقول لكم يلا لنبدا. انا دليله، يشهد الله على اي كلمه غادي نقولها لكم الا وهي صادقه، واذا كذبت عليكم في شي حاجه ما تسمحوش لي حتى الغدا قدام الله. قبل ما غادي نبدا غنقول لكم بحق لا اله الا الله حتى نكون صريحه في اي تفاصيل ديال القصه اللي غادي نشارك معكم. غادي نبدا لكم طفولتي اللي هي معقده واللي هي اللي بدي منها اصلا المشكل. الام ديالي ولدتني بعلاقه غير شرعيه وحطتني عند جده حتى درت 6 شهور، ومن بعد غادي نمرض كيف تعاودوا ليا بحال انتشر فيها شي حبوب اللي ماشي هو هذاك. غادي تعيط جده للام ديالي وقالت لها اجي هزي بنتك داويها، خلاتني ليهم وتخلات عليا. هاد جده غادي تعطيني لواحد الناس، واحد المراه وراجلها، هما اللي موالفين كيشدوا وليدات صغار المتخلى عنهم وكيتعاملوا معهم. فكنا حنا بزاف في ديك الدار. الام بيولوجيه ديالي غادي تخلى عليا عند جده، وجده غادي تخلى عليا عند هذاك السيد اللي كنعيط ليه بابا، وهذيك السيده اللي كنعيط لها امي، وما بقاوش كيسولوا فيا. فشاء مولانا وديك المراه غادي تموت، فبقيت انا مع راجلها اللي كنقول ليه بابا، ودوك الوليدات اللي كانوا مربين معايا ومع كانوا كبار، فكل واحد وفين مشى، انا هي الصغيره. غادي نتلف في ديك الدار مع داك الراجل مده عام، من بعد غادي يتزوج. واخا ديك عام اللي دوزت معاه دوزتها كحله زحله. المهم انا فاش درت 8 سنين اول مره غادي تجي ماما البيولوجيه غادي نشوفها، بغاتني لكن السيد اللي رباني اللي هو بابا ما بغاش يعطيني ليها، قال لها غادي تديها وغادي تخرج عليها. انتم غادي تكتشفوا شكون اللي غيخرج عليا في جميع الاحوال. منين تزوج داك الراجل بواحد المراه، ديك المراه اش غادي نقول لكم، كانت من شر خلق الله، ما نسمحش ليها لانه عذبتني واحد العذاب وواحد التكرفيس حسبي الله ونعم الوكيل فيها. كانت كتضربني وكانت كتكويني وكانت كتعنفني، وعمرني ما عرفت العواشر كيفاش تيدوزو. كانت كتشد السطولات ديال الحمام وكتسد عليهم، وكتعطيني الماكله البيته، وكانت تديني معاها عند اختها، وكنت كنشوفهم تياكلوا الدجاج محمر، وانا كيعطوني واحد الشاريه اللي بيتها وحامضه كان اللي جا عندها وكيقول لها راه بغيت دليله، كيديوني وكيرجعوني. كنت بحال شي سلعه، بقيت بحال هكاك مع ديك المراه، كتعدى عليا وكتضربني وكتكرفس عليا. وشاء المولانا انه واحد المراه كانت كتعرف هاد مرت بابا، قالت لديك السيده في مدينه واحده اخرى واش بغيتي تربي شي بنيته، راه كاينه عندنا حنايا وحده، جات ديك المراه باش تاخذني تربيني. انا غير خرجت من ديك الدار قال لي داك السيد اللي كان مربيني اللي هو بابا، ها هي امك وها هو باك، وما تبقيش ترجعي لعندنا نهائيا لهاد الدار. انا اصلا كنت فرحانه لانهم كانوا غير معذبيني، واحد العذاب اللي ما نسمحش ليهم فيه. جابتني ديك المراه وانا عندي 9 سنين عندها، وجلست عندها، ولكن غادي نكتشف بلي انا جابتني لبنتها من ذوي الهمم باش نلعب معاها. من نهار الاول قيدتني في واحد المدرسه، وانا فاش كنت صغيره كنت شويه قبيحه بسبب الظروف مناش دزت والتشرد اللي دزت فيه، ورغم انني كنت عايشه في ديك الدار فكنت كل ما مشيت للمدرسه وخرجت كنبغي غير نضيع باش نهرب. المهم فاش جاتني ديك السيده معاها وخلاتني ودخلتني للمدرسه، المدير غادي يرفض باش انه نتسجل لانه ما عنديش الاوراق، فبدات كطلب فيه ديك السيده ودخلني للبيت التحضيري. ديك السيده كنعيط لها خالتي، غادي نبدا نقول لكم خالتي، غادي يدخلني للبيت التحضيري جلست فيه بحسب 19 اليوم، وهنا فين قصتي غادي تبدا. كان واحد السيد في ديك الحومه كانت عندهم كتابه اللي كان خدام فيها، وكنت منين تنخرج من المدرسه تندوزو عنده
انا وواحد ثلاثه نتاع البنات، وحنا انا ذاك كنا مازال باقيين صغار، كان تيقول لي دخلي رجلك من تحت الكونطوار باش يبدا كيلعب ليا فيها، وانا ديك الساعه ما كنتش عارفه شنو واقع، فكان كيتحرش بينا كاملين. فهاد اللحظه غادي يشوفني واحد الولد من ديك الدريبه اللي كيعرف خالتي اللي مربياني، فمشى قال ليها راه دليله كتدخل عند داك مول المكتبه وراه كتعطل عنده هي وشي بنات، وبعض المرات راه كيسد داك الباب وكيبقاو عنده لداخل. وهما حضوني حتى فعلا تبتات عليا التهمه ديال انه تنخرج من المدرسه وكنمشي لعندو. مشات هي علمت الوالدين تاع دوك البنات اللي غادي ينوضوا يديكلاريو، وجاو البوليس للمدرسه باش انهم يدويو مع دوك البنات ويعرفوا واش كاينين بنات وحد اخرين حتى هما عندهم نفس المشكل. حتى من خالتي مشات ديكلارات به وغادي يصيفطونا عند طبيب شرعي ودزنا عند قاضي التحقيق. البنات كاملين لقاهم الطبيب لانهم باقي لهم العذريه ديالهم الا انا، بحق لا اله الا الله وانا عندي 9 سنين. داك الطبيب قال لخالتي اللي مربياني راه بنتكم تقدر تولد في هاد السن سهل من شي مره اللي عندها 30 سنه. لقاني مكرفصه بابشع الطرق وماشي مره وماشي زوج. انا صراحه ما عقلتش نهائيا كيفاش وقع داكشي او حتى اصلا شكون دارو، واش السيد الاول اللي كان مربيني اللي كنت نقول ليه بابا، واش شي حد واحد اخر اللي كان مربيه هو معانا. الذاكره ديالي ما فيها ادنى ذكرى تاع شي اغتصاب ولا اعتداء. الطبيب عطاها ورقه وقال لها هادشي وقع لها مده عام هادي. مشينا للمحكمه وكنت كندوز عند قاضي التحقيق، وما عمرني ما نسى واحد الكلمه ليومنا هذا وانا عندي 30 سنه. فاش انا داك وانا عندي 9 سنين كان كيستجوب البنات، نعم بنتي شنو وقع لك بنتي. فاش وصلت لعندو انا غادي يسبني بواحد الكلمه اللي عمرني ما سمعت بحالها وانا صغيره. قالت لي ديك خالتي وعلاش اسيدي؟ قال لها سكتي ولا غادي نهبطكم بزوج، نتوما اصلا غير كتكذبوا وهذه اصلا شحال هي مفضيه وكذا وكذا وكذا. بقينا متبعين الدعوه مع داك الولد، كنمشيو عند القاضي كندخلوا وكل وحده كانت تقول شنو كانت تيدير ليها داك مول المكتبه. انا كنت نقول نفس الهضره ديالهم واخا ما عمرو ما دار ليا شي حاجه بحالهم. هنا غادي تنقز الام ديالو فاش عرفوني باللي انني فاقده العذريه ديالي لانه داعت الخبار. غادي تنقز وغادي تقول ليه اسيد القاضي هاد البنت هي اصلا ماشي بنت، ونقزت المراه اللي رباتني دفعت عليا باسلوب رديء. بقينا في جلسات المحكمه سيرواجي حتى حكموا على داك الولد ب 8 شهور ديال الحبس. ديك خالتي بقات كتضرب فيه وكتسولني شكون مول فعلا، انا راني ما عقلاش خالتي، دوك اللي عطوني ليها عارفين شكون تكرفس عليا ولكن ما قالوش الحقيقه. بقيت معاها وداتني خدامه عندها ماشي على اساس انها تربيني، كانت تدير لي الكرسي باش انا نغسل الماعن الطوموبيلات حتى هما غسلتهم، كنت نصبن وكنت نسيق. حاجه وحده اللي ما كنتش كندير هي الطياب، كانت كتجوعني وما كايناش الماكله، والله حتى كنت كنسرق الخبز من الحوانت باش نقدر ناكل، تنعس على مول الخبز حتى كي يعلق شي خنشه تمايا فوق الموتور ولا الطوموبيل وتنسرق منها وكنهرب. ديك السيده في دارها ربعه ديال الطبقات، الطبقه الاولى حاطين والباكاج، كنت كنمشي كنخبي تما دوك الخبيزات مره مره كنهز منهم وكناكل. المهم بقيت مع هذيك السيده كانت تكرفص، مره نسرق مره يدوروا معايا الناس وما كانش كتشري لي الحوايج غير الناس اللي كانوا كيعطوني. واحد العذاب دوزت عمرني ما غادي ننساه، كنت كنعس في السطح حاشاكم عندها واحد الكلب، كنت كنفرش في السطح وكانت كتجي ديك الكلبه عزكم الله كتخسر ليا فوق مفراشي، واذا كنت دخلت للبيت اللي كانت عاطياني فكنت فقط كنعس في واحد الركنه ديالو لانه كان عامر بالصبابط وبالحوايج اللي كانوا كلهم مسخين. كنت اذا درت شي غلط كانت كتعرني كاملي وكتسلخني بالسمطه ديال العسكر ديال راجلها، كتقتلني بعصا. حتى كينوضوا دوك الكرايه اللي كاريه ليهم البيوتا اللي كانوا عزاره وتيفكوني منها، كتقول لي حتى نسمعك كتقولي انا نتيبان لي عاد غادي نطلقك وعلاش هاد الشيء. اذا حصلتني كنشفر اولا تعطلت عليها اولا ما لعبش مع ولادها. فبحكم انه انا ما عنديش والديه كبرت وسط هذا المحيط ونصف الزنقه ونصف العنف، شنو غادي تشوف مني ولا فيا مثلا وانا ما كاينش اللي يربيني. بديت تنكبر وحيت عائلتها عارفاني باللي انني فاقده العذريه ديالي، ووقت ما داتني عندهم ما كانوش كيخليو ولادهم انهم يلعبوا معايا حيت انا شخص مشبوه به واخا انا ما كنت عاقله على حتى شي حاجه. ما تمشيش مع دليله حيت غتعلمك تحريميات، ما تمشيش تلعب مع هذيك حيت راه غير بنت الحرام وغير ملقطه. وقت ما مشيت معايا عند عائلتها كانت مكتوبه في الجبهه ديالي دخليها الكوزينه تشقى تصبن تسيق اي حاجه، واحد العذاب وواحد التكرفيس وواحد الجوع والقهره. كتشوف في الماكله ولكن ما كتقدريش انك تقربي ليها، بنتها كتخرج كتقدا وما كتخلي ما تجيب وانا ما يعطونيش. درت 12 13 سنه كانوا كارين عندهم الدراري
وكنت كنزل عندهم، علما انه حتى حد ما عرف بلي انا راه ماشي بنتها. كان هذا يقرصني من هنا، وراكم عارفين كانوا رجال كبار، وهذا يعطيني 10 دراهم، هذا 20 درهم. ديك السيده هي اصلا خارجه الطريق، حيت هي اصلا كتخرج بنتها مع الخليجيين، فبدات كتقول لي مباشره خرجي جيبي لي فلوس. كتقول لي قدك عنده 16 عام راه تيجيب لي ملايين. كانت كتهبطني عند زوافريه كنسيق ليهم، وفيهم اللي تيطمع فيا. كانت كتصيفطني نسرق ليها من عند مالي المكياج وندي ليها. بديت كنكبر علما ان ما خصهاش فلوس، فبديت كنكبر وكتكبر معايا الضريبه ديالي. كيف ما قلت لكم بنتها اصلا كتخرج مع الخليجيين، وهما كان عندهم داكشي عادي. كانت كتجي كتعاود تخيلوا معايا الماما وحتى باها وتقول لهم فلان راه سخي وراه عطاني هذه وراه صيفط لك العوده ماما وهذا الثوب. كانت تجيب طابليت كل مره وكان شنو تجيب في يديها. ديك البنت الكبيره فاش كانت كتبغي تخرج كان خاصني نبقى معاها من 12 ديال الليل حتى للزوج باش نمشي معاها للصالون تقاد تلبس نصوب لها عشاها نقدي لها المجمر حيت كتبغي انها تبخر قبل ما انها تخرج، لان قالت لك ما تشدش فيها العين. بقيت بحال هكاك معاهم حتى درت 19 سنه. وليت حتى انا تنخرج وتنجيب لديك المراه الفلوس، وبعد المرات بنتها كتديني معاها البيران، ولكن ليشهد الله انني عمر شي حد ما قرب ليا، لانه ديك الساعه كنت مريضه كان فيا المس وما كنتش عارفه بهذا المصطلح، ما كنتش كنبان للرجال. سبحان الله كانت كديني معاها وكتقاد لي في الصالون وتفركسني ونخرج معاها، وكيف ما كنمشي كيف ما كنرجع كتبقى امها كتعاير ما كتجيبي فلوس ما فيك فايده ما كديري حتى شي حاجه. وخالتي راه ما بغاني حتى شي حد، واش نلصق فيهم بالزز؟ بقيت بحال هكاك كنخرج ديما غير مع المغاربه، هذا 50 درهم، هذا 60 درهم، هذا 100 درهم، هذا 200 درهم. وليت صافي تنخرج مباشره. حتى لواحد النهار غادي نتعرف على واحد البنت اللي عرفتني على واحد السيد كان مزوج وعنده الدراري ولكن ما عايش هنا في المغرب. مشيت عنده اول نهار بحوايجي مسخين وحالتي غادي غير يدور معايا بدون ما انه يتقرب مني، وقال لي سيري في حالك. هو رجع للدوله فين تيسكن وبقى على تواصل بيا، حتى قال لي واحد النهار واش تبقاي معايا نقيه حتى شي حاجه ما تقيسك، وانا اللي غادي نولي نصير عليك بشرط انك تحيدي من ديك الطريق اللي انتي فيها. واخا ماشي مشكل نبقى معاك، غير وكلني وشربني وسكني. غادي يجي صوب لي وريقاتي عن طريق واحد الكارنيت ديال الجلبه اللي كان عندك خالتي اللي مربياني لي بيه. مشينا للسبيطار فين تولد حتى قديت الوراقي ديالي، عرفت سميت امي البيولوجيه وفين ساكنه، لكن ديك خالتي اللي مربياني ما خلاتنيش انا نمشي عندها. بقيت مع هذا السيد اللي مزوج واللي هناني من الفساد ومطرق العوجه ومن العذاب نتاع كل نهار انني نكون مع واحد. وديك السيده ما كتقنعش من الفلوس، كتقول لي سيري تلاحي حتى في العافيه سيري جيبي لي الفلوس صحاح. ولا هذا السيد مسكين هو اللي تيعطيني الفلوس، وليت انا اللي كنصير عليهم. هذا السيد بغى يدير فيا خير يقلب لي على والديا، قالت لي لا ما تقلبش عليهم وهي راه غير بنت الزنقه وغادي تلقى غير المشاكل والصداع. انا فاش عرفت هذا الانسان وليت كان نتنقى كنلبس كنمشي للحمام، ولاو عندي الفلوس ديالي ولا كلشي داير بحسابي، حط دليله من هنا هز دليله من هنا، عاد وليت منهم. فاش ولات خالتي كتمشي عند عائلتها ولا كلشي داير ليا الحساب حيت جيبي عامر. كنت واخا كنقول ليه اعطيني حتى 5000 درهم في السيمانه ما كانش يقول لي لا، كان طارق معايا يديه، ولكن فلوس الحرام عمرهم ما كيتجمعوا. غادي يمشي يقلب لي على دوك اللي رباوني اللولين باش يوصلوني لوالديا الاصليين، ولكن ديك اللي مربياني عارفه كلشي وجالسه كدور معنا في الدروبه وكنطلبها عافاك يا خالتي قولي لي شي حاجه فين نوصل داك بابا. كتقولي والله بنتي راني ما عارفه، وهي اصلا قبل هضرات معاهم وقالت لهم اذا سولاتكم قولوا لها بلي راه ما كايناش ما. بقينا كندورو في دوك الدروبه النهار كامل من بلاصه لبلاصه حتى غادي نعتو ليا وصلنا لعندو. خرجت لي ديك المراه اللي هي مرتو الاولى وغادي تقول لي جيتي يا جنيه، بقيت كنشوف فيها. طلعت هما غير تيشوفوني تيشوفوا معايا داك السيد اللي معايا بحال تيشوفوا شي بصدام ولا كنز، كيوليو في واحد المعامله غير ديال شنو بغيتي يا بنتي شنو خصك يا بنتي. داك بابا غير شافني ما بغاش يسكت من البكا وكيعنقني ويقول لي اسمحي ليا، وما عرفتش صراحه علاش كلشي بدا يبكي. شويه جلسنا وغادي يقول ديك المراه اللي رباتني اللي هي خالتي هي قلتي جايه للغدا وشفناكم تعطلتوا وحنا نحطوا الغدا سمحوا لينا. فضحها قدامنا غادي ندور عندها وقلت لها علاه انت يا خالتي كنتي عارفه فين ساكن؟ قال لها سيدي انا معاه وباص. خلاتنا كنقلبوا كنسخفوا وكنسولوا هي عارفه كلشي، هذا اللي انا معاه نقولوا بلي انا الخليل ديالي في واحد الفيس انه بحال تيرشي الناس باش انا يجبد منهم الهضره. هو لقيتو جايب ليه التليفون داك بابا وعطاه 1000 درهم
الراجل غير شاف الفلوس عيني حوالو، جبد السوارت نتاع الدار وقال لي هذه داركم يا بنتي دليله، وقت ما بغيتو تجيو وقت ما بغيتو تجيو ليها مرحبا بكم. قلت لي راني كنقلب على امي البيولوجيه. قال لي راه ما كايناش هنا في المدينه الفلانيه وراه مزوجه وهي راه كاينه غير حداه، ما بغاش يقولها ليا، بغى يجرجرني وحتى يدي مني الفلوس. تغدينا معاهم داك النهار ورجعنا فحالنا. من بعد السيد اللي انا معاه مشى فحالو عند ولادو. داك بابا ومرتو ولاو كيعيطوا ليا يوميا، كي دايره بنتي لاباس عليك وكيف داير مول الدار، حتى غادي يعيطوا عليا واحد النهار راه لقينا امك كتسعه. بقى فيا الحال، شوف امي كتطلب وانا عايشه بخير. بالنسبه لي انا عايشه بخير واخا الحرام، المهم ما بقيتش انني كنفسد ولا كنخدم عند ديك السيده وعايشه بالكرامه ديالي، وكنعس وكنفيق وقت ما بغيت، وكنعطيها الفلوس ولات مهنياني كدوي كل ما زوج تلوح ليها الفلوس فوق الميضه وكتبعد مني. وليت بكرامتي وما بقيتش عايشه مدلوله ولا محقوره، ولات بنتها هي اللي كتسلف من عندي الحوايج. فبالنسبه ليا ديك العيشه اللي انا عايشاها كانت بخير. فين كنت وفين وليت؟ كنت كنغسل الطوموبيلات وكنسمع المعيور، دابا ولات تهزني غير بنتي وتحطني ببنتي لدرجه ولات دايره التصويره ديالي في التليفون. تخيلوا معايا. المهم فاش قالوا لي امك راه كاينه، قلنا لهم شدوا طاكسي كورسا واجوا في الدار نتاع السيد اللي انا معاه. امي البيولوجيه عندها 3 ديال الوليدات وانا هي الكبيره، وعندها بنت وحده اخرى حتى هي من الحرام، راه لايحه حتى هي في شي قنت. جات الام ديالي تلاقينا وكان واحد اللقاء اللي هو جد عادي وبارد، وانا عندي انا ذاك 19 عام ما جايبه في يديها حتى شي حاجه، وجايب جلابه موسخه ومخبيه يديها بواحد البندات اللي كانوا مضروبين كاملين. انا مع دخلنا تسلمنا، سولتها شكون هو بابا ومحا من ولدتيني. قالت لي باك من هاد الاصول وراه الظروف وراه كذا. سولها الخليل ديالي واش انتي مبليه، كانت باينه عليها من وجهها. قالت لي لا وليدي عفا الله ما بقيتش، وانا على قبلها كنت تنكمي ونشرب، ودابا فاش لقيتها عفا الله. دوك الدراري اللي جايبه معاها كل واحد وباه، وحتى شي حد فيهم ما عنده الوراق، هما جايين مهليه فيهم ولابسين مزيان، وهي جايه كلها مكشطره وحالتها. المهم بعثت معنا داك النهار، وهذا الشيء اللي وقع ما عاودتوش لديك السيده خالتي اللي رباتني واللي مخدماني عندها، حيت اذا قلتها ليها ما غاديش تخلي داك الشيء يدوز على خير، حيت انا بالنسبه ليها سلعه وبسطام، واذا رخاتني مشات خلا، حيت انا اللي كان مني كل شيء. بنتها عندها الفلوس وكتخرج مع الخليجيين ب 2500 درهم الليله حتى 5000 حتى 5000 درهم الليله حتى 5000 درهم الليله، وطمعه فيا انا. فانا ما قلتش لها الحقيقه، ما قلت لها اصلا والو، وخليتهم هما بيتين في ديك الدار. الثلاجه كانت فيها كل شيء. وصل وقت الغداء مشيت عندهم وخرجناهم غديناهم، وصلت الخمسه ديال العشيه داك بابا بغى يمشي خلاهم هما تما، وانا مشيت حتى رجعت عندهم العشيه. لا غد لي هما غاديين فحالهم، السيد اللي انا معاه غادي يجبد 1000 درهم عطاها لامي البيولوجيه و200 درهم لخوتي. امي فاش شافتني فرحات حيت جيبي عامر، ماشي حيت شافتني انا ديك السيده اللي كانت مربياني اللي كنقول لها خالتي. سقت لي الخبر انني تعرفت على الام ديالي وبدات كتشد معايا السكير. ولات من اول وجديت كتعطيني الماكله كناكلها في السطاح مع الكلاب حاشاكم. انا قلت للخالي ديالي بلي انا ما خصنيش نبقى مع خالتي حيت هاشم كدير ليا، وفي نفس الوقت الام ديالي كتعاملني بحال شي ملكه يوميا. الو بنتي وانا توحشتك وكنبغيك وسمحي ليا، وهذا الشيء كله حيت شفت الفلوس. انا هبيله قلت بها وقلت مسكينه تنادم معها الحال ما نسمحش فيها. اما ديك خالتي باش نتهنى منها قلت لها راني تفرقت مع فلان الخليل ديالي، درت انا وياه خطه على اساس كانت تعيرو، هزيت حوايجي وجبتهم باش نعيش معاها. قالت لي سيري خرجي وعطيني اتساع، ملي ما بقاوش ليك الفلوس ما بقيتش بغيتك، لكن قبل وقفت عليا اري التليفون مسحي تصاور وسيري في حالك. وكانني عمرني ما دوزت معاهم شي حاجه منين درت 9 سنين حتى 19 سنه وانا معاها. انا صراحه فرحت لانه باغا نتفك منها باي طريقه، فخرجت ورجعت للدار ديال الخليل ديالي. بقى لي مطرق واحد هو ديال الام ديالي. غادي تعيط ليا الام ديالي بيولوجيه، وقالت الخليل ديالي صيفط لي عافاك دليله تجلس معايا شي شويه، عطاني شي 160 الف ريال، قال لي صيري وجلسي واحد الشهر تما تتشوفي امورك وعاودي رجعي. غادي ندخل لعندها كترحب بيا، ومع الدخله كنسمعها كتقول شي واحد بغيت طريفه بغيت طريفه. انا ما فهمت والو، بت عندها ديك الليله الصباح غادي ندخل عليها غنلقاها شاده جوان عزكم الله وكتكمي فيه. يا قلتي قطعتي هذا الشيء يا امي، هذا اذا قطعتو غادي نقتلك انت الاولى. الام ديالي عبراتني وعرفتني انسانه درويشه، دغيا قلت ليها ماما بالزربه، ودغيا سمحت ليها وعنقتها وغير ضحكية وطارقه الحياه. غادي نعيط للخليل ديالي قلت ليه راه ماما باقا كتكمي. صافي عرفتي شنو دليله، هزي حوايجك ورجعي في حالك. راه شاده ليا حوايجي وما خلاتنيش نخرج،
ماشي بالعنف ولكن بطريقه واحده اخرى. قال لي هزي غير لاكارت ديالك وخرجي لانه صعوبه باش قديتيها. هي ما خلاتنيش نمشي للدار ديال الخليل ديالي، شدتني لانه شافت عندي الفلوس، وكل نهار كانت كتجي عندي اعطيني باش نشري كارو. تخيلوا معايا في مده اسبوع مشات لي ديك 160 الف ريال، علما انه الدار اللي كانت ساكنه فيها امي كانت دار دعاره، والدراري داخلين خارجين والشماكريه والسكيريه والقطيعيه، كل شيء كان مجموع تما اللي بغيتوه. هربت من وحده كتبيع فيا وكتشري، تخيل قراصي في مكفس. هي عائلتها كانوا قاطعين معاها كاملين حيت خارجه الطريق، وانا فاش جيت كنت لقيت جده بلي انها ماتت. فالام ديالي لقات سبه وسبت فمها اللي هي جده كلشي وبلي انها هي ما مسياناش. فقالت لي راه كاين واحد خالك في البلاصه الفلانيه، الا بغيتي تشوفيه غادي نمشي عنده غادي نسلم عليه هو وليداتو، وغادي ندير غلط انني غادي نصالح امي مع اخوها. وبدات كتبين ليه بلي انا ما كتعطاش، انا غادي نهز حويجاتي وغنمشي عند خالي حيت ارتحت معاه. وكتبت عليه بلي انني دايره الوريقات مع هذا الراجل، وليت غير كنتلاوح بحال شي صاك من بلاصه لبلاصه. غادي نقطع العلاقه مع امي لانه بغات تخرجني للطريق، وكتبقى معليا سيري مع فلان سيري مع فلان وجيبي لي هادي من عند فلان. وانا ديك الطريق ما تليتش باغاها، سديت عليها، لقيت انسان نقدني من ديك الحياه، ما بقيتش باغا نرجع للور. رجعت للدار ديالو وانا كنطلب منه ضروري اننا نحللو العلاقه ديالنا فلان، واخا غير بالفاتحه. فعلا درنا الفاتحه، ودابا انا معاه هذه 10 سنين ما مستعداش انني نولد، وما عنديش معاه الاوراق لانه ما بغيتش العذاب اللي تعذبته انا يتعذبوا عاوتاني ولادي. حياتي صراحه تبدلات، ودرت الحجاب الشرعي عن قناعه، ودرت معاه الفاتحه بطريقه اللي هي حلال وشرعيه. الام ديالي قطعت معاه كيف ما قلت لكم. انا اليوم ما كندير حتى شي حاجه اللي هي حرام، وعندي الورد ديالي اليومي، وحيتاش ما قريتش تسجلت انني ندير المحاربه الاميه، وليت كنقرا قران ومستوره في داري. خليت علاقه وحده ديالي مع خالي لانني كنشم فيه ريحه العائله. انا اليوم وليت من الجمعيه للدار ومن الدار للجمعيه، ومعايشه مع هاد ولد الناس، ما عندي فين نمشي ولا نجي، وبمصروفي الشهري على قد الحال. ما عمرني ما جمعت شي فلوس، وما دايره حتى شي حاجه من تحت مني. دازو من يدي فلوس اللي هما صحاح، ولكن كنت كنخسرهم على الناس، الناس اللي ما عمرهم ما ضربوا لي حساب ولا داوها فيا ولا داروا لي بلاصه في قلبهم. ما عمرني اديت ولا ظلمت شي حد ولا خديت الفلوس نتاع شي حد. السرقه وداكشي اللي دوزت في الصغر لانني ما لقيتش لي ربيني وما لقيتش لي وريني. نهار بديت كنوعى وكنعرف راني جمعت يديا. اللي شاركتكم اليوم هو قليل من بزاف ديال الحوايج، ديال شلا حوايج دازو عليا. يشهد الله ما عمرني جمعت لا فلوس ما درت حتى شي حاجه تحت مني، حق لا اله الا الله، ما جمعتش، دازو في يدي فلوس صحاح صحاح، وما جمعت والو، ما جمعت حتى شي حاجه، ما جمعت والو، تدرهم هي الاخر ما جمعتهاش. كيف كنبقى نخسر على الناس وفي الاخر مني انا كتخصني شي حاجه ولا كيعقل عليا حتى شي واحد؟ صافي فهمت يا اختي اميمه. حاليا انا دازت واحد المرحله شويه صعيبه، كنشرب الدواء ديال الاكتئاب، انا عندي مشكل ديال العصب، كنتعصب بزاف، ولكن رغم الظروف اللي داسوا عليا وداكشي، والله اختي امي ما عمرني ما اديت شي واحد ولا ظلمت شي واحد ولا ديت لشي واحد فلوسه ولا درت لشي واحد. درت ملي كنت صغيره داز هادشي اللي عاودت لك راه غير قليل، راه بزاف ديال الحوايج داسوا عليا اختي امي، بزاف ديال الحوايج داسوا عليا قاصحين وخايبين. وحتى ملي كبرت ومشيت نقلب على الام ديالي زعما باش تحن فيا، لقيتها حتى هي بحالو محمره ما حنات فيا. راه هاد الان ما كتهوش فيا صافي، ملي مسديت عليها صافي ما بقاتش كدور بيا نهائيا. كنتمنى انه الحكايه ديالي تستافدوا منها، كنتمنى منكم ايضا انكم تدعيو معايا باش ان الله يدير لي الشتاول ديال الخير. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكاية دليلة يا سادة الكرام. ما عارفش ولكن حكايتها كتعلمنا بلي انه عمرك ما تحكم على شي حد او شي وحدة اللي هي فاسدة بدون ما انك تعرف الظروف ديالها. ما كاينش تبرير للفساد اكيد، لكن كاين حكاية وكاين تفاصيل اللي خرجوا البعض من هاد الناس لهاد الطريق. فانا كنهنئك لانه في الاخير دخلتي لطريق ربي، واي حاجه درتيها ما كانش بخاطرك ولله الحمد. هادشي كان تيبان على التحول ديالك. كنتمنى انه العلاقه ديالك مع هاد السيد تكون فعلا كيف قلتي بالفاتحه اللي هي حلال بالطريقه الشرعيه اللي معروفه. ما تبخلوش على دليل التعاريق ديالكم والدعاء ديالكم. دمتم في رعايه الله، وحد نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. والسلام. سلام.